وقت الرقص. كان السنجاب الصغير والخلد الصغير يستعدون بحماس للذهاب إلى الحديقة، لأن اليوم كان يوم مجيء بائع البوظة إلى الحديقة، وكان لديهم خريط من البوظة الملونة. بدأ السنجاب الصغير بالبحث عن حذائه الأحمر. أولا أرتدي الحذاء الأحمر، ثم أرقص على أغنية عصفور الصغير، بعد ذلك أخرج من البيت. لأن السنجاب الصغير لم يستطع الخروج بدون أن يفعل ذلك بالترتيب، أصبح الخلد الصغير يشتكي ويقول: لكن سيفوت علينا بائع البوظة، ألا يمكنك ارتداء أي شيء آخر؟ لأن الحذاء الأحمر كان قد اختفى. عبس السنجاب الصغير: كلا، حذائي أولا ثم الموسيقى ثم الخروج، لأنه ما أفعل هذا دائما. وبدأ على الفور بالبحث في جميع أنحاء المنزل. لقد استغرق الأمر بعض الوقت، لكنهم أخيرا وجدوا الحذاء. كان هنا كموسيقى بعد ذلك، ولكن ما الأمر؟ كان مشغل الموسيقى معطل. كان الخلد يعرف جيدا أنه في كل مرة يحل فيها الظلام كان صديقه السنجاب يرتبك ولا يعرف ماذا يفعل. لكن الأصدقاء كانوا يعاملون بعضهم في محبة ولطف، لهذا السبب ابتسم الخلد وأخذ بالمصباح في يده، المصباح اليدوي في يده، ممسكا به وكأنه ميكروفون. وبدأ يغني بنفسه أغنية عصفور الصغير، وفي نفس الوقت كان يرقص أثناء الغناء. صفق السنجاب الصغير بفرح وبدأون بالرقص معا. وقال السنجاب الصغير: الآن حان وقت البوظة. مسك الخلد الصغير والسنجاب الصغير يد بعضهما وغادر بسعادة المنزل للذهاب إلى بائع البوظة. ليس هناك مشاكل لا يمكنهما حلها معا لأنهم أصدقاء جيدون.